الآن على حوارك الأخير، لماذا الآن فتحت أو فتحتم النار على الأمريكان بخطاب جريء وقلتم أن الأمريكان لم يسلحونا بالمستوى المطلوب، لم يعطونا صواريخ، كانت لنا معهم معاناة؟ شبعنا في هذا التوقيت فتحتم هذه الملفات؟ لا، هو مو فتحنا، هو في سياق الحديث كان الكلام بيجي، وتعرف أنت أنا قلت أنه الدم العراقي غالي. أي دم عراقي يعني عندي غالي؟ ولدنا وشبابنا وشجعاننا في كل صنف القوات المسلحة دمهم غالي علينا. يعني أنا من أقول دم الجندي العراقي غالي، أيضا دم المقاتل بالحشد الشعبي غالي عندي، وغالي بشكل كبير، مثل ما في الشرطة، مثل ما في جهاز مكافحة الإرهاب، في جميع صنف الأجهزة الأمنية. اليوم أنا من أجي أريد يعني هذه القدرات تكمل بشكل جيد، لابد أن يكون عندي سلاح. السلاح اللي أمتلكه يعني مو بالضرورة أكون متفوق أقلاس على دول الجوار، لكن ممكن أن يكون بنفس المستوى. كمثال، نعم دستورنا دستور يؤكد على أن يبنى جيش دفاعي ممتد الدفاع عن العراق، وهذا ما نعمل عليه. الجيش والقوات المسلحة مهمة الدفاع عن العراق. أجي أنا اليوم عندي القدرات جيدة، إذا ما أقول جيدة جدا، على المستوى البرية، قيادة القوات البرية، التشكيلات، الوحدات، القيادات، الصنوف الأخرى، القوة الجوية، الصنوف الأخرى. لكن أجي مثلا، وهذا ما أكد عليه السيد القائد العام في موضوع الدفاع الجوي، أنا اليوم أمتلك طائرات F-16، أمتلك طائرات T-50، أمتلك طائرات L-159، أمتلك أسطول نقل، أمتلك طيران جيش، لكن شنو فائدة القوة الجوية واني الدفاع الجوي مالتي مو بمستوى الطموح واللي أريد أني أن يجابه التحديات اللي نمر بها؟ احنا نعرف من يبني تبنى القوة الجوية يبنى معها الدفاع الجوي. الأمريكان عندهم تقصير فقط في نقطة الدفاعات الجوية والرادارات مكافحة السماء فقط، لو بكل جوانب التسليح للجيش العراقي؟ لا، أما شوف، احنا خلينا نكون واقعيين. أنا قلتها في كلامي، حتى قلتها، قلت هم الناس وقفوا ويانا يعني في معارك التحرير، وقفوا ويانا في موضوع التدريب، التسليح، إكمال تدريب قطعات، تسليحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، همرات، بعض الأسلحة الأخرى. لكن أنا أجي اليوم على موضوع الدفاع الجوي، منظومة الدفاع الجوي مهمة جدا. العقدة وين بهذا الموضوع؟ العقدة ليش ما يقبلون؟ هو هذا اللي أنا تكلمت به بصراحة. أنا اليوم يجب أن أمتلك دفاع جوي جيد، يجب أمتلك صواريخ، هسا أقلها مو صواريخ 200 و300 و400 كيلو، هسا أقلها 100 150 كيلو، أقلها أواجه هاي التحديات الموجودة. دائما تصير عراقيل بهذا الاتجاه، وحقيقة ما نوصل إلى نتيجة بموضوع الدفاع الجوي، رغم أنه شوف السيد معالي وزير الدفاع، السيد رئيس أركان الجيش، نأكد على هذا الموضوع في موضوع منظومة الدفاع الجوي، ونذهب باتجاهات عديدة لدول عديدة. أعتقد أنه اليوم يعني بعد أنه تحولت مهمة التحالف الدولي من قتالي إلى مستشارين، والآن اللجنة الفنية العليا العسكرية المشتركة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية باشرت بأعمالها في موضوع وضع خط أو جدول زمني لانسحاب قوات التحالف. أن الأوان، وهذا ما يؤكد عليه السيد القائد العام للقوات المسلحة، أن نتجه باتجاه استكمال قدرات القدرات العسكرية، وأولى الأولويات اللي وضعها السيد القائد العام للقوات المسلحة هو موضوع الدفاع الجوي. لما إلى من أهمية اليوم بتأمين سماء العراق. حتى اليوم على الأرض موجود، في كل مكان موجود، قطعاتنا موجودة، أجهزتنا موجودة، أبنائنا موجودين، لكن يجب أن أتسيد السماء. السماء يجب أن أتسيدها. نعم أنا عندي طائرات تعبوية، طائرات متصدية غير، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون لديك منظومات دفاع جوي متطورة وتواكب التطور اللي يحصل بالتسليح، وأقلها دول الجوار اللي أنت موجود وياها أن تكون موازية لهذه المنظومات الموجودة. زين، جربتم هذه حقائق حتى تثبت للناس وللتاريخ، جربتم أنتم كقيادة عامة للقوى، أو يعني ما أعرف إذا عندكم قيادة عامة كجيش عراقي، أنه أنتم تتعاقدون مع سين وصاد على رادارات وصواريخ دفاع جوي وقواعد جوية وكذا، والأمريكان رفضوا؟ إحنا شوف أستاذ نجم، إحنا اتجهنا بهذا الاتجاه، أي اتجهنا باتجاهات عديدة،
وكان من أهم هذه الاتجاهات هو حصولنا على رادارات فرنسية. وهذه الرادارات تعرف الرادارات بمستويات، مستوى واطئ ومتوسط وعالي للكشف. في نفس الوقت أنت اليوم عندك هذه الرادارات، يجب أن تكون شنو عندك وياها؟ صواريخ دفاع، الدفاع الجوي أو ما يؤمن سماءك، من يكون عندك خرق حتى تقدر تجابه هذا الخرق اللي موجود. عراقيل كثيرة حقيقة من الأمريكان، تدخل وعراقيل كثيرة تحدث، ونوصل إلى نتائج حقيقة ما نوصل إلى النتائج اللي إحنا نريدها. أنا اليوم وذاك يوم تكلمت وبي يعني حقيقة حرقة، يعني حكيتها أولا مو فقط كناطق باسم القائد العام قوات مسلحة، أنا حكيتها كمواطن عراقي ابن هذا البلد، وبنفس الوقت ضابط بهذه المؤسسة العسكرية العريقة اللي شدلها القاصي والداني بهذا الجيش وبطولاته وتضحياته اللي قدمها عليه. اليوم عندما نتكلم عن السيادة، شلون تكون السيادة؟ طيب اليوم تقولون احنا داعميكم، احنا نريد عندكم سيادة، نريد عندكم تقوون، المفروض انتم ايضا توقفون ويانا وتساهمون بموضوع تسليح المؤسسة العسكرية العراقية بما يؤمن حماية العراق والدفاع عن سيادة العراق، لا أن نكون في بعض الأحيان ما صورة تكون واضحة بشكل جيد. أعتقد الخطوات القادمة راح تكون في مصلحة العراق ومصلحة المؤسسة العسكرية.